الجزيرة ومن الإعداد تهانينا والناموس للقائمين عليها، تهنئة خاصة لصالح بن ناصر العيدة وتهنئة للمريخي القائمين على أم الزبار، تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله يندفع شوط آخر من أشواط المتعة والإثارة، ويسرني أن أنقل الميكروفون للزميل المميز مسعود الحريري معلقا على هذا الشوط. انطلق هذا الشوط بحفظ الله ورعايته، والتواصل مستمر بعد أشواط الرموز. وهذا هو الشوط أيضا، هنا نتابع في هذه اللحظات السابع وانطلاقة هذا الشوط، أيضا جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. ونتابع وإياكم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق في هذا المساء، ونشاهد مقدمة الشوط بشاير على المركز الأول، وعلى المقدمة بشاير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، وبتضمير حسين بن سفران المري من يتابعها على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني نتابع هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع المركز الثاني العفريت لهجن أم الزبار، ومع حمد بن سالم بن زاهرة من قدم لنا لوسيل واختطف الخنجر. يا سلام يا سلام، هنا مع بن زاهرة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا ثالث المراكز يعفور على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات لهجن المرخية، وبقيادة محمد بن سالم بن هادي الدهن هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الشعار الغرفاوي اللي انتزع نقطتين، انتزع ايضا رمزين هنا في هذا المساء، نشاهده في هذه اللحظات يقدم لنا همس لهجن الغرافة المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يتابع هذا الشعار. المركز الخامس نتابع هنا هيبة لهجن المرقاب وبقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان المري من يتابع المركز الخامس هيبة. هنا نتابع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى والعودة إلى المقدمة، العودة هنا مع المركز الأول مع الصدارة مع بشاير. بشاير يا بشاير مع المقدمة هنا تندفع وتنطلق هنا مع المركز الأول مع الصدارة مع التحدي والإثارة. يا سلام يا بشاير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، وبتضمير حسين بن سفران المري من يتابعها ايضا هنا في هذه اللحظات ويرافقها. يا سلام النيسان بترول ستيشن بالانتظار، بانتظار بشاير. يا سلام مع هذا الانطلاق والاندفاع والدفع الذاتي والشكل الممتاز، ما شاء الله تبارك الله. هنا مع المركز الاول، بينما النقل على المركز الثاني هيبة لهجن المرقاب، ومع المبدع حمد بن حلفان المري من يتابعها في هذه اللحظات مع انطلاقها على المركز الثاني. المركز الثالث العفريت لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن زاهرة المري من يتابعها ويرافقها. شوف المركز الرابع، شوف القدوم من شرايد، شرايد لهجن الشحانية واللي ضمرها البرنس من انت ايضا انتزع رمزين في هذا المساء. ابو محمد هنا متواجد مع شرايد. يا سلام يا هجن الشحانية، يا سلام سلام يا البرنس، البرنس البرنس البرنس، عشرة على عشرة، عشرة على عشرة بهذا الأداء بهذا التحدي والإثارة، بينما النقلة على المركز الخامس والمركز الخامس شرارة لهجن الشحانية، وعند البرنس جار الله بن عقيل المري. يا سلام يا سلام على التحدي والإثارة والمتعة مع هذا الشوط، الشوط شوط النيسان بترول ستيشن. يا سلام يا هذا التحدي والإثارة والمنافسة الشيقة والعودة إلى هجن المرقاب وإلى هيبة، هيبة هيبة على المركز الأول وعلى المقدمة هيبة. يا سلام يا هيبة هنا في هذه اللحظات مع هجن المرقاب وبقيادة حمد بن حلفان المري من يتابعها من يرافقها في عملية التضمير والكيلوين، بوابة الكيلوين الأخيرة. يا سلام المركز الثاني، شوفوا شوفوا شرايد 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 شرايد، الله
الله يا أجن الشحانية، الله يا البرنس، البرنس البرنس البرنس، هنا يقدم كل جديد، انتزع رمزين وهو أيضا هنا أيضا يحقق هذا الأداء والتميز، ويطامع في النقطة الثالثة في هذا المساء بهذا الأداء مع شرايد، شرايد يا شرايد لهجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري المركز الثاني هيبة لهجن المرقاب، ومع حمد بن حلفان المري المركز الثالث العفريت لهجن أم الزبار، مع حمد بن سالم بن زالة المري المركز الرابع هنا شرارة لهجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري، هناك المركز الخامس، المركز الخامس والوصول في هذه اللحظات والشعار الغرفاوي، الشعار الغرفاوي، ولكن شوفوا الدخول، شوفوا الدخول من نوض لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية، وأيضا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليها، ما شاء الله على نوض اللي قادمة، ما شاء الله على هذا الشكل الممتاز وهذا الأداء الأميز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى التحدي، إلى الإثارة. الله يا سلام يا سو، إن سألتونا عن الموقع، وإن سألتونا عن الموقع، بوابة الكيلو المتر الأخير، الله يا هيبة 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 وشرايد، هيبة وشرايد، هيبة الهجن المرقاب وشرايد الهجن الشحانية. الله يا هذا الشوط، شوفوا التحدي، شوفوا الإثارة، شوفوا المتعة. هناك المركز الثالث أيضا قدوم من شرارة، شرارة الهجن الشحانية أيضا قادمة مع المركز الثالث وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل. المركز الرابع نوض لهجن الشحانية والمشاغب في متابعتها. المركز الخامس هناك الوصول من ذخر لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بالفهران المري. يا سلام يا سلام، نعود إلى هيبة، 600 متر الأخيرة، التنافس الشيق، يا سلام، النيسان بترول ستيشن، هنا التحدي، هنا الإثارة. الله يا هيبة 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 مع المقدمة، شرايد شرايد شرارة شرايد، هناك ذخر، ذخر قادمة. الله يا سلام يا سلام، يا التحدي والإثارة، شوفوا شرايد وشوفوا شرارة، شرارة وذخر، شرارة شرارة شرارة، ما شاء الله تبارك الله يا هجن الشحانية، وسلام يا البرنس، سلام يا البرنس، يا سلامي عليك يا أبو محمد على هذا التضمير وعلى هذا الأداء والنقطة الثالثة مع البرنس، سلام وتحية واحترام مع شرارة شرارة شرارة، سلام سلام وتحية لابن عقيل على هذا التضمير ولمؤسسة هجن الشحانية الانتصارها في هذا الشوط مع شرارة. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصل الذخر لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فهران المركز الثالث، المركز الثالث شرايد لهجن الشحانية، ومع البرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع، المركز الرابع وصلت هيبة لهجن المرقاب وبقيادة حمد بن حلفان المري المركز الخامس، المركز الخامس وصلت نوض لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية. الله يا هذا الشوط، شوفوا شرارة، شوفوا شرارة، ما شاء الله تبارك الله على هذه النهاية، والدفع التلقائي عند 300 متر أبهرتنا بنهايتها القوية، وما شاء الله تبارك الله يا هجن الشحانية، 7 دقائق 30 ثانية، 19 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للبرنس المتميز في هذا المساء، انتزع رمزين وهذه النقطة الثالثة لسائل محمد على هذا التضمير الرائع. هنا المركز الثاني، وصلت هنا ذخر، توقيتها 7 دقائق 31 ثانية، 61 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للذهبي سالم بن فهران المري المركز الثالث. من تصلنا هنا اللي هي أيضا شرايد اللي ما قصرت، قدمت عبد الشكر عليه، 7 دقائق 33 ثانية، 51 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للبرنس جار الله بن عقيل المري.